اعتقد يعني كان يتوقع انه لاعبين في يوم من الايام في السن ده دون 23 سنه توصل ارقامهم او اسعارهم للارقام الفلكيه دي. خلينا ناخدكم دلوقتي في فقره الفيكون، هيكون معانا واحد من نجوم الكره الفرنسيه، كان نجم طبعا لمنتخب فرنسا، لعب في فرنسا لوسير وبوردو وستراسبورغ، ولعب في اسبانيا لديبورتيفو لا كورونيا. هيكون معانا كورنتا مارتينيز، نجم طبعا منتخب فرنسا السابق. بدايه بشكرك على وجودك معانا، وبرحب بيك طبعا في البدايه على شاشه النادي الاهلي في السادسه. شكرا جزيلا للدعوه. بدايه خليني ابتدي معاك من الكره الافريقيه، وانا عارف ان كان ليك تجربه ناجحه ومميزه مع منتخب موريتانيا، كنت مدير فني وتوليت مسؤوليه المنتخب الموريتاني، وصلت معاهم لكاس امم افريقيا. خليني اسمع رايك الاول في تطور الكره الافريقيه على مستوى اللاعبين، على مستوى الانديه، على مستوى المنتخبات. نحن نعلم تماما أن منذ زمن طويل أن كرة القدم الأفريقية دائما ما تنتج لاعبين على مستوى عال، هو فقط ما تفقده قارة أفريقيا هي الأجواء والملاعب الجيدة التي تسمح لهم باللعب بطريقة أفضل، الشروط والظروف التي لا تسمح للاعبين الأفريقيين للتقدم والازدهار. وأعتقد الآن أن يوجد ملاعب أفضل ويوجد تطور واضح على مستوى كرة القدم الأفريقية، ولكن هذا ما دائما ما كانت تفتقده القارة الأفريقية، وأعتقد أنه تغير وما زال يتغير وسيتغير في الفترات القادمة. ولكن أعتقد أن الإدارة الجديدة للاتحاد الأفريقي قادرين على الدعم والمساعدة، وأعتقد أننا سنرى أفضل وأفضل من القارة الأفريقية والفرق الأفريقية، وأعتقد أننا سنرى أيضا تقدم على مستوى اللاعبين. على مدار يمكن العشرين أو 30 سنة الأخيرة قدمت أفريقيا على مستوى اللاعبين عدد كبير جدا ومميز جدا من النجوم، بعضهم حقق لقب الأفضل حتى في القارة الأوروبية، وبعضهم أو عدد كبير منهم لعب لأكبر الأندية الأوروبية زي برشلونة وبايرن ميونخ وريال مدريد وغيرهم وغيرهم من الأندية. وعلى مستوى الإدارة الفنية أكبر المديرين الفنيين في فترة من الفترات تولوا مسؤولية تدريب منتخبات إفريقية، ومع ذلك ما زالت إفريقيا بعيدة حتى عن فكرة المنافسة على لقب زي لقب كأس العالم، رغم أن منتخبات صغيرة قدرت تحقق لقب الأولمبياد. من وجهة نظرك إيه أهم الأسباب اللي أدت لده؟ أعتقد أن في القارة الإفريقية هي قارة تعشق الحياة وتعشق الطبيعة وتحب أن تبقى مع العائلة والأصدقاء، وأعتقد أن الفارق بينها وبين القارات الأخرى هو الارتباط بالعمل من أجل تدريب أفضل وتطور أفضل. أعتقد أن كثير من الدول الأفريقية تفوقوا بسبب لاعبيهم الذين يلعبون في أوروبا، ولكن المشكلة هنا هو الالتزام أو الاستمرارية على المستوى هذا المستوى لتحقيق النتائج. من متابعتك للكرة الأفريقية حاليا، واحنا يمكن عندنا 10 منتخبات أفريقية تأهلت للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، مين الفريق من وجهة نظرك طبعا اللي بيملك السكواد المميز اللي من وجهة نظرك من الممكن ان هو يروح لبعيد او على الاقل يقرب فيه يقدم يعني صورة قوية عن الكرة الأفريقية في منافسات كأس العالم 2022؟ أعتقد بالنسبة للعشر فرق الذين ذهبوا للمرحلة النهائية، أعتقد لو سوف نتحدث عن 5 فرق، بالطبع مصر والجزائر السنغال
وبعد ذلك هذا يعتمد على المباراة، وممكن من الممكن نيجيريا أو المنتخب التونسي هم من الفرق الذي أراهم قادرين على الوصول بأداء جيد في كأس العالم. خط تجربة التدريب في إفريقيا مع منتخب موريتانيا، هل عندك رغبة في تكرار التجربة مرة تانية سواء مع أندية أو منتخبات؟ وهل تلقيت عروض بالفعل عشان تتولى المسؤولية الفنية لأي منتخب أو نادي إفريقي؟ نعم، بقيت 7 أعوام لمدرب لموريتانيا، وأعتقد هذا وقت طويل، وإنه كان من دواعي سروري أن أبقى هنا ل7 أعوام، ولقد استطعنا أن نتقدم وأن نكون على مستوى أعلى. وقبل مجيئي أعتقد أن موريتانيا لم يكن لها الحظ أن تتأهل أبدا في للكأس أمم أفريقية، ولكن أعتقد أن هذا كان إنجاز ونتائج جيدة ما حققناه مع الفريق الموريتاني، ولكن الاتحاد الموريتاني قرر في النهاية أن يتخلى عني، ولكني سأقبل أيا كان العروض، وأنا متاح للعروض حتى في قارة إفريقيا. إذا كان لدي العروض فسأكون مرحب وقابل للعروض. هروح معاك للناحية الثانية من المتوسط، والكلام هيكون على الكرة الأوروبية والفرنسية طبعا على وجه التحديد. بداية، إزاي تابعت حفل جوائز البالون دور، وإزاي شفت فوز ميسي من باريس، من قلب باريس بالجائزة؟ هل أنت كنت مع الفريق اللي بيأيد تتويج ميسي، ولا كان ليك وجهة نظر مختلفة؟ ولكن بالنسبة لاحتفالية الأفضل في العالم، هي دائما ما تحدث ضجة كبيرة، ولكن لأن الكثير يقول أن ميسي لم يستحقها هذا العام، ولكن دائما اللاعبون الذي حصلوا على أفضل لاعب في العالم دائما هم مرشحين لها، ولكن دائما الاختيار يأتي لمن حصل على دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، ولكن تشيلسي هي من فازت بدوري أبطال أوروبا، ولكن ولا أي لاعب من تشيلسي حصل على الجائزة، ولكن ميسي هو حصل على مع الأرجنتين على كأس كوبا أمريكا، ومع برشلونة لم يكن أداء سيء، ولكن أعتقد في هذه السنة كنت سأصوت لليفندوسكي، كان هو الأفضل، هو أكثر من أخذ الأهداف، ولكن هو أيضا لم يحصل على دوري أبطال أوروبا، ولكن لم يفعل نتائج كثيرة أيضا مع منتخب بلاده. بمناسبة الكلام عن ليو ميسي، إزاي استقبلت خبر انتقاله للملاعب الفرنسية وانضمامه لبي اس جي؟ وهل بتشوف انه ميسي لغاية اللحظة كان إضافة أو مثل إضافة لسكواد باريس سان جيرمان؟ لم أسمع جيدا السؤال عن ليو ميسي. ازاي استقبلت خبر انضمامه او انتقاله من اسبانيا لفرنسا وانضمامه للبي اس جي، وازاي شايف مردود نجم بحجم ليو ميسي مع فريق باريس سان جيرمان؟ طبعا هو ميسي اضافه، نحن نعلم نعلم تماما ماذا فعلوا مع برشلونه، وكل العالم ينتظر ماذا سيفعل مع باريس سان جيرمان بعد ما فعلوا خلال أعوام مع برشلونة، ولكن هو ليس بالسهل. الدوري الفرنسي هو دوري صعب، دوري يوجد فيه التحامات كثيرة على المستوى البدني، هو دوري صعب على المستوى البدني، ولكن أعتقد أن ميسي سيتأقلم سريعا، وعائلته سوف تتأقلم، وبعدها
سنرى ميسي على مستوى رائع، ولكن ميسي لم يعطي كل شيء لديه حتى الآن. باريس سان جيرمان بيضم يعني مجموعة من أهم الأسماء في عالم كرة القدم والأعلى قيمة من حيث أسعار اللاعبين، هل بتعتقد أنه كمان انضمام ميسي يساعد باريس سان جيرمان على تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، ولا ده ممكن يعني يكون حلم بعيد؟ دائما ما يصنع الفارق في البطولات الكبيرة بالنسبة لدوري أبطال أوروبا دائما هي جودة اللاعبين، الجودة الفردية للاعبين، وبالطبع تواجد ميسي هو لديه الروح والقوة أن يظهر بشكل جيد مع الفريق، ولكن الآن باريس تستطيع أن تفوز ولكن لم تصل للمستوى الجماعي المرضي للجميع، هم جميعا يريدون لديهم نفس الهدف، ولكن ليس حتى الآن الفريق الذي أراه أن يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا على المستوى الجماعي بشكل واضح. مين الأقرب لتحقيق اللقب من وجهة نظرك؟ مين الفريق اللي ترشحه لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا؟ بصراحة صعب جدا تحديد الفريق، ولكن نعلم تماما بالنسبة لي الفرق مثل تشيلسي، سيتي، ليفربول. لو سوف أتحدث عن ليفربول فأعتقد أنه هو أحد الفرق بالنسبة لي هو يستحق أن يفوز بدوري أبطال أوروبا. اتكلم شوية معاك عن المنتخب الفرنسي، رأيك في مشواره، السكواد اللي طبعا بيضم عدد كبير من الأسماء، ونظرتك ليه في منافسات كأس العالم، هل بترى أنه عنده القدرة على الحفاظ على لقبه، ولا هيكون في منافسة قوية مع منتخبات تانية؟ أتمنى طبعا أتمنى أن المنتخب الفرنسي يستطيع الفوز بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، ولكن دائما أصعب أن تؤكد أن تفوز ثم تستطيع الحفاظ على اللقب والفوز مرة أخرى، دائما هذا صعب. ونحن نرى دائما مثلا في دوري أبطال أوروبا دائما الفرق تكون على مستوى عالي ولكن يفقد شيئا بعدها، ولكن المنتخب الفرنسي يمتلك لاعبين على مستوى عالي جدا، لديهم كل شيء، وهم يستطيعون الفوز بكأس العالم في قطر في 2022. لعبت في الليغا الإسبانية، لعبت الديبورتيفو لا كورونيا، النهارده في مواجهه من واجهات القمه في الدوري الاسباني، اتلتيكو مدريد في مواجهه ريال مدريد، ديربي مدريد بيقوده نجمين من اكبر نجوم المنتخب الفرنسي، انطوان جريزمان من ناحيه في اتلتيكو مدريد وكريم بنزيما، ازاي بتشوف المواجهه ومين فرصه اكبر للفوز النهارده؟ أعتقد أني سأعطي رأيي لريال مدريد، وأعتقد أنه هو الأقرب للفوز، تحقيق الفوز، لأن ريال مدريد في حالة من الثقة وفريق أتلتيكو يواجه صعوبات هذا الموسم، ولكنهم لديهم لاعبين جيدين، ولكن اعتقد ان مدريد هو الفريق هو اقوى على الفوز، وثقته ستكون هي الاقرب لتحقيق الفوز ومساعدته، وكريم بنزيما هو لاعب رائع يؤدي على مستوى نفس مستوى كريستيانو رونالدو، ولهذا اعتقد ان الفوز اقرب لريال مدريد. يمكن بمناسبه كلامنا عن الريال، يمكن اهتمام كبير جدا من ريال مدريد حتى من بدايه الموسم بضم نجم الكره الفرنسيه كيليان امبابي، في نفس الوقت اللي تشابي هرنانديز اعلن عن اهتمامه بضم النجم المصري محمد صلاح. الديال اللي بيجمع بين امبابي ومو صلاح، هل بتشوف انه ممكن يعوض غياب الديال اللي كان موجود بين ميسي وبين رونالدو؟
طبعا طبعا هذا مؤكد. هم لاعبين محرزين كثيرا الأهداف وقادرين على صنع الفارق دائما، سواء على المستوى الفني أو البدني. لو كان محمد صلاح وامبابي سينضموا لريال مدريد، اعتقد ان مدريد ستفوز بدوري ابطال اوروبا. ولكن اعتقد ان اليوم لا نعلم ماذا سيحدث، هل صلاح وهل امبابي سينضم لريال مدريد؟ نحن لا نعلم تماما، ولكن اذا لعبوا سويا في نفس الفريق اعتقد انهم سيصنعون فارق للفريق. كورنتين مارتينيز نجم منتخب فرنسا وديبورتيفو لا كورونيا الاسباني، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسه، واسمحوا لنا نروح لفاصل نرجع من بعده نتابع اخر التطورات وايه اللي حصل في دوري مشتعل السنه دي. منافسه كبيره جدا كانت بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، الكلام على البوندسليجا في السادسه بس بعد الفاصل.